سامحني يا امي، سامحني يا امي، والله سامحني يا امي، نعيط. سامحني يا امي، لا تربحك. ايش نعمل يا امي؟ يلا غالب مسخايلك مت يا امي، مسخايل مقتلوك. هيا يا امي ما تقعدش هنا، انت في خطرك. وين باش نمشي اخوي؟ كريت لك كهرباء بمشي لدار اختك، ما تقعدش هنا، في خطر. راني قلت لك يا امي. ليه ما نمشيش حتى لدار اختي؟ انا قلت لك نحب نمشي لها. يا امي نقول لك في خطر، تقولي مشيش لدار اختي. علاش في خطر يا ولدي؟ انا في داري لاباس. ما تحبش؟ على كيفك. فما قرلو في الدار نسمع فيه يزفر من قبيله. ايش اذا انا ما تخلينيش وحدي مع القرلو؟ ايش؟ اليوم ارتحت من جواج منتاك بعد مصيبة زياد ولدك وعدتني أنا. جيب يا مكرم، حط يا مكرم، هز يا مكرم، خلي يا مكرم. يا مكرم جيبك الدواء واشتري بمال أميتك. باهي باهي باهي، هاني قريت حسابي، هاو الدواء والماء على الطاولة. يا مكرم يا مكرم بشوية ياسر جواجم. شوف جو، انا راني نقدرك، محسوب امي وزيد ام صاحبي. قصي شني حكيتو؟ حاجه كبيره عليك برشا، ما نصحكش تفركس عليه. ما عنده ما يعمل لي في الحبس، مسكرين عليه في زنزانه. عندك الحق ما تعرفوش، سبيسياليتي نتاعو يقتل وهو مش موجود في مسرح الجريمه. قرا معايا ونعرف. شبيه تبدل؟ تبدل على خاطر مرته ماتت وقتلوا له بنته وتهموه بها، ولا واحد اخر. شنو هي حكايه ريشارد؟ موسيقى